ومع مجيء مشاريع لتدبر القرآن مع الكبار ومع الصغار، ظل كثير من الناس يحرصون كل الحرص على أن العلاقة الوحيدة بين الطفل وبين القرآن هي علاقة الحفظ. ولذلك لما جاءت المدارس التي تدرس القرآن سميت مدارس، مدارس ماذا؟ مدارس ماذا؟ تحفيظ القرآن، ما مدارس تعليم القرآن، لأن التعليم شامل. التعليم هناك تعليم للتلاوة، للتدبر، للتطبيق والامتثال، وإنما حصرت هكذا اسمها مدارس تحفيظ القرآن. عندما يدخل الطفل إلى مدرسة من المدارس، فيأتي أهل ذلك الطفل من غير أمه وأبيه ليقيموا الوضع. فلان أين يدرس ابن ولدك؟ قال يدرس في المدرسة الفلانية أو في المركز الفلاني أو في الروضة الفلانية. كيف هم مع تحفيظ القرآن؟ قالوا ابني الآن أكمل حفظ يعني جزء عما وانتقل إلى جزء تبارك، وفلان أكمل جزئين، وفلان ثلاثة أجزاء. لكن هل هناك من يسأل ولو مرة واحدة في العمر ماذا تدبر ولدك من القرآن؟ الأدهى والأمر من ذلك أنه عندما جاءت مشاريع لتصحيح هذا الوضع الخاطئ، ثارت ثائرة الناس وقالوا بأن ما تسلكونه من محاولة تدبر القرآن مع الأطفال أمر خاطئ، وبأن الطفل أصلاً لا يتصور أن يتدبر القرآن، فأنتم كأنما تحرثون في البحر. والنتيجة أن هؤلاء الأطفال يحفظون ويبدأون في العادة بسورة الفاتحة ثم سورة الناس، يأتون إلى سورة الناس قل أعوذ برب الناس. ما معنى أعوذ؟ ما معنى أعوذ؟ تأتي إلى الرجل يصل إلى العشرين والثلاثين والأربعين وربما إلى أن يموت واصلا لا يعرف ما معنى أعوذ. لماذا؟ لأن التدبر أمر مغيب. برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ما الرب؟ ما الملك؟ ما الإله؟ كذلك أمور غائبة. من شر الوسواس، ما معنى الوسواس؟ الخناس، ما معنى الخناس؟ الذي يوسوس، ما معنى يوسوس؟ من الجنة، ما معنى الجنة؟ ثم يشتد الأمر عندما يأتي إلى سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ما معنى غاسق؟ إذا وقب، ما معنى وقب؟ ومن شر النفاثات، ما معنى النفاثات؟ في العقد، ما معنى العقد؟ وهكذا يستمر الوضع إلى أن يحفظ سورا كثيرة ويستمر كثرة الحفظ ويجد بأنه ليس مطالبا بأن يتدبر. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر عن المؤمنين، نريد مصحفا، عندما ذكر عن المؤمنين قال الله نزل أحسن الحديث مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا الذي يحفظ القرآن وهو لا يعرف منه شيئا، هل يمكن أن يقشعر يعني جسده من 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 تلاوة القرآن؟ لا يمكن أن يقشعر جسده من تلاوة القرآن. هل تتخيلون بأن أبا حمزة الشاعر عندما وصف أصحابه وقال إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة وكأن زفير جهنم في أذنيه، يتحدث عن أناس يحفظون القرآن وهم لا يفقهون منه كلمة؟ هذا الأمر محال.